صحيح، وصلنا لمساحة مميزة من مساحات نعيد، ودائما هيك بيكون في أجواء احتفالية. حكينا الصبح نحكي عن تكبيرات العيد، قديش أكيد بتعطي هيك رونق خاص للعيد طاقة وطاقة، وبتحسسك أنه عن جد بالعيد. أيضا كمان رشا، الإنشاد الديني هو من الطقوس يلي دائما بنشوفها بالاحتفالات الدينية بمختلف المناسبات، وخصوصا بدمشق. رح نروح اليوم بمساحة مع الإنشاد الديني، وخصوصا الإنشاد اللي له علاقة بالعيد، وبيسعدنا نرحب بالمنشد أحمد شعار. وأهلا وسهلا فيك، فطر سعيد، وكل عام وأنت بألف خير. أنت بألف ألف خير. أنت وأكيد بيسعدنا نرحب بعازف الإيقاع ياسين الحمصي، كل عام وأنت بألف خير. أنت بألف خير. أهلا صباح الخير لكم، وأكيد فطر سعيد عليكم وعلى الجميع. أهلا وسهلا. اليوم هيك صباحنا بلش معكم. تسلم يا رب. مثل ما حكينا انه دائما نحن ذاكرتنا مرتبطه بالمأذنه وصلوات العيد. اكيد اكيد. خلينا نحكي بشكل عام، شو هو الانشاد؟ هلا حقيقه يعني اكثر شيء هون بدمشق مشهور انه العالم يعني معروف عن صلاه العيد او مثلا برمضان كثير بتحب انه تسمع للانشاد الديني، فهو رابط لاي شيء. يعني مثلا اذا واحد اليوم مثلا نجح ابنه بيحط له بيجيب له فرقة انشاد بيعمل له انشاد ديني، برمضان كذلك الامر. يعني دائما الانشاد الديني مرافق لكل تقريبا شعوب سوريا، لكل اي مواطن سوري. وبالعيد سبحان الله يعني بتلاقي دائما حاطين العالم الاناشيد الدينيه اللي بتحب تسمعها مثل تكبيرات العيد. واكثر العالم مثلا هلا في اناشيد اطلع العيد وهلل يا زمانه، هلا رح نشتغلها باذن الله تسمعوها. فالإنشاد الديني يعني هو أمر هون بسوريا يعني تقولي ملازم لأي إنسان، هو تراث تراث يعني أكيد. تمام. يعني نحن مش ما نخربط التكبيرات شيء، والابتهال الديني شيء، والأناشيد الدينية شيء متعلي. حابين نسمع فورا هيك شيء، رح نبلش اليوم بتكبيرات العيد لأنه اليوم أول. أكيد تفضل. دائما بتكون مقربة بهيك من روحي للصفا. تفضلوا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الأكبر ولله الحمد. أطل العيد هلل يا زمان، فلا غل ولا خصم يدان. أطل العيد هلل يا زمان، فلا غل ولا خصم يدان. وفرح قلبك الشاكي وكبر، الله أكبر. وفرح قلبك الشاكي وكبر، الله أكبر. بذكر الله قد جاد اللسان، تميزنا روابطنا كثيرا. وهذا العيد سموه الصغيرا، تميزنا روابطنا كثيرا كثيرا. وهذا العيد سموه صغيرا، ويأتي بعده الأضحى كبيرا، ويأتي بعده الأضحى كبيرا. يا فرحي لقد جاد اللسان، ويا فرحي لقد جاد اللسان. وطل العيد هلل يا زمان. فلا غل ولا خصم يدان. وفرح قلبك الشاكي وكبر، الله أكبر. وفرح قلبك الشاكي وكبر، الله أكبر. بذكر الله قد جاد اللسان. ما شاء الله، سلم الصوت. حليت صباحنا بيقولوا عن جد. حسينا رشا عمله كمل بكمل. يعني خلينا ننتقل شوي هيك وندردش نحكي اكثر مع ياسين. حضرتك ضابط ايقاع، والانشاد الديني دائما الالات المستخدمه فيه بتكون مختلفه عن باقي الانواع الاخرى، خلينا نحكي عنها اكثر. هلا الالات الايقاعيه اول مين دخلها هو الشيخ منير عقله. كانت الانشاد انه كان كل الشغل هو موشحات فالت هي شيء ثقيل، فلما دخلوا طلع شيء اسمه تقطيع، يعني شيء ما له بحتة شيء يناسب العالم يبين له للانشاد اكثر. يعني لما يعني العالم بدل ما تنشد للاغاني تنشد لشيء للانشاد ومنه يحرك، فلما دخل الدف يعني حرك المشاعر اكثر بدخول آلة الدف. بعدين فاتت آلات ثانيه مثل الرق والمنقوز والكاثين. ويعني يعني مو عم يكون بس دور ايقاعي لكم، ايضا بتردوا ورا المنشد، يعني تمام. يكون ومنه بيضبط وزن. هو الانشاد يعني اولا كان فالت مثل ما قلت لك من شوي، ما كان في شيء اسمه ايقاع. يعني كان مثلا عندنا زمان توفيق المنجد رحمه الله، كان مثلا عم يشتغل موشح مثلا يضبط بايده وزن او مثلا يعمل هيك على فمع تواكب شو اسمه التطور، يعني صار ما شاء الله الغناء هو يعني كثير بالنسبه للعالم، دائما العالم تسمع غناء. فالانشاد اكيد بهذا الشيء لازم ينوبوا شيء من التطور، يتطور الغناء. فنزل الدف والرق والكاتم اللي هلا اكثر الفرق الانشاديه بتشتغل عليه. هذا الشيء حلى بالنسبه للمستمع، يعني انا لما بكون مستمع فبسمع اناشيد يعني عم لاقي انه فيها مثلا فيها ايقاع وفيها هارموني وفيها الاناشيد فيها نغم فيها ايه، لا بسمع اناشيد ما بسمع غناء، وانه كمان الاناشيد فيه اتصال روحي مع الاله، فبيكون بهذا الشيء يعني تقرب لله عز وجل.
تمام عم اسمع انا النغمه اللي بدي اياها بنفس الوقت. تمام ذكرت نقطه انه اليوم دخلت الاله حركت شوي قربت قربت هذا اللحن مننا من اي حدا عم يسمعه. اليوم شو اللي بيميز دمشق عن غيرها؟ نحن مثل ما قلنا هي عراقه بهذا الموضوع، شو اللي بيميزها عن باقي الدول؟ سبحان الله دمشق يعني هي يعني دار مثل ما بنعرف كلياتنا يعني دار شو اسمه العراقه والاصاله، فمنشدين دمشق هن المنشدين الاساسيين يعني هن اللي هلا برات البلد برات سوريا يعني بيطلبونا كمان احنا نطلع ننشد، بيطلبوا المنشدين تبع دمشق حصره. حلو تماما، لانه سبحان الله عز وجل يعني المنشد الدمشقي بيكون اخذ صله من مشايخته، وما شاء الله علماء دمشق يعني كلياتنا بنعرف هن احسن علماء العالم، ورب العالم والنبي صلى الله عليه وسلم حدث عن الشام وعن اهل الشام وانه خير بالشام ويعني واهل الشام. حتى اللفظ مخارج الاحرف بتحسي في شيء بيميز اليوم بلاد الشام بلاد تماما. الشام عن غيرها، لهيك بنفس النقطه بنلاقيهم حتى بالاعمال الثانيه مطلوب اللهجه السوريه لانه حدا يعني شيء مو كثير مريح. صحيح شو اسمه مخارج الحروف نحن بناخذها سبحان الله. هلا كل منشد لا يقل حفظه عن تقريبا 10 اجزاء بالقران الكريم. فلما نحن عم نحفظ القران الكريم عن علمائنا واساتذتنا في المساجد فبيعلمك. انا اذكر شيخي لما كان يعلمني القران كان يقول لي انت اذا بدك تحسن توصل يعني الانشوده لاذن المتلقي صح لازم انت تكون يعني عرفان شو عم تقول. تمام كلامك الكلمه طالعه من تمك صح لحتى انت توصلها لاذن المتلقي. فهذا الشيء اللي ساعدنا بالمخارج. نشوده دائما هيك بتاخذنا لحاله روحانيه ودينيه كثير حلوه، حابين نروحها معك هلا بانشوده الختام. تكرمي تفضل. قد زاد فيك من الغرام تلهفي والى متى ذاك الجفا يا متلفي. قد زاد فيك من الغرام الغرام تلهفي. وإلى متى ذاك الجفا يا متلفي. في القلب نيران الجفا قد اشتعلت فمتى بوصلك نار قلبي تنطفي. فأنا المقيم على الهوى فأنا المقيم على الهوى إذ لم أحل عن حب من فاق الجمال ليوسفي. صلى عليك الله يا عالم الهدى ما لاح برق في السماء وما خفي. يا سادتي لا تبعدوا الله عني فإني ابنكم الله علينا
كرام حنوا يا كرام منوا يا كرام حنوا منوا علينا بنظرات الله الله تروي الفؤاد بسركم الله الله يا سلام وكذا السلام وكذا السلام عليكم الله, الله ما فاح عطر مديحكم الله, الله 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 يا مولانا الله 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 ربي تكون معنا الله 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 يا مولانا الله 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 ربي تكون معنا ثق بالله فهو المعطي المانع ورضى بقضاء الله إنك لله راجع وهذا في علم الله هذا في كرم الله هذا بعطاء الله هذا في علم الله كرم الله هذا بعطاء الله هذا في علم الله الخيرة في الواقع وتدبيرك ما يسوى تدبيرك ما يسوى من تدبير دعاني الله 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 يا مولانا الله 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 ربي تكون خلقت مبرأ من كل عيب
خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. الله يحميكم ويحمي كل الاصوات السوريه. سوريا دائما ولادي اكيد. آمين. بهدول الاصوات. شكرا كثير لحضوركم معنا. العفو. الله يكرمك. شكرا كثير لكم اليوم، حليتوا صباحنا وعايشتونا باجواء العيد. بدنا نشكرك كثير المنشد احمد شعار وعازف الايقاع ياسين الحمصي. اهلا وسهلا. احنا لنا الشرف انه كنا معكم بهي. نورتونا. اهلا وسهلا. اول يوم العيد، وان شاء الله كل عام وانتم والامه الاسلاميه وسوريا كلها بألف ألف خير. وانتم بألف خير. أهلا وسهلا فيكم.